أتذكر الشيخ محمد أبو زهرة. الشيخ محمد أبو زهرة ما ينكر رجل متتبع ورجل يعتبر من رجالات الفكر والفقه في القاهرة. زين، محمد أبو زهرة عنده مؤلفات كثيرة، لكن هالرجل الغريب خصوصا في كتاب الأحوال الشخصية عند حكايات عجيبة بالنسبة إلى تاريخ الشيعة. منين يجيب هالحكايات؟ ما أدري. مثلا محمد أبو زهرة يقول الشيعة يجيزون التزوج بتسع نساء دفعة واحدة. منين؟ أدور كتب التاريخ كلها. الله يشهد الصديت يعني فيها المسألة. الصديت أن أدور بلكة رأي شاذ عندنا. أبدا ماكو من هذا شيء إطلاقا. يقول لا، الشيعة يقولون بجواز الزواج من تسع نساء بالعقد الدائم، وعندهم دليل أن النبي تزوج تسع نساء، وهي مو خصوصية إله وهو قدوة من ناحية، ومن ناحية ثانية يفسرون الآية مثنى وثلاث ورباع، الواو يجعلوها واو عطف، مثنى اثنين وثلاث ثلاثة ورباع أربعة، تجمعين تسعة يصير فيجوز. ما عندنا من هذا الرأي إطلاقا. منين جايبه هذا الرجل؟ ما أدري. النتيجة عنده آراء من هالنوع كثيرة. هذا الرجل أنا اللي أستغرب من عنده شيء واحد، أستغرب منه عندما يجي يريد يذكر رأي الإمام أبي حنيفة في الخمر. شو التفت لي؟ الإمام أبو حنيفة إلى رأي بالنبيذ، إلى رأي بالنبيذ أن يجوز شرابه. طيب، والنبيذ حتى ولو أدى إلى السكر. طيب، هذا اللون، هذا الرأي هو عندما يجي يلتمس لعذر، لأن الرأي مشتهر، والآية الخاصة بي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر يقول المراد به الخمرة. زين، ويقول القرآن جاي يمتنع لينا، القرآن جاي يقررنا بالنعمة، ومن جملة النعمة السكر، إذا السكر مباح. زين، فهو جاي القرآن جاي يمتنع لينا، المفروض القرآن جاي يقرر حقيقة واقعية مو جاي يمتن. يقول هاي ثمرات النخيل والأعناب انتو جاي تتخذون منها صنفين، صنف سيء وصنف حسن، السكر والرزق الحسن، جعل السكر مقابل الرزق الحسن بدلالة المفهوم أن السكر غير حسن. يقول يعني تصرفوها بالدوني وبالزين، بالدوني بالخمرة وبالزين تتخذون من عند الرزق الحسن. بالعكس، الآية جاي تحرم. هو فاهم من الآية لا، أن الآية جاي تبيح السكر. بس أنا ما يهمني الرجل، ما أريد أناقش عنده، قد أقول أن فهمه للآية فهم غير مستقيم، يعني مو من هالناحية، ما أريد أن أقدم من هالناحية، لكن أنا أقدم من ناحية أخرى. شنو الناحية الأخرى؟ الرجل لما يجي إلى موضوع الخمرة يقول أبو حنيفة، يقول أنا لو يغرقوني بالفرات على أن أشرب قطرة خمر ما أشرب، لأن هذا خمر مشكل، والخمر على كل حال إلى مضاعفاته وإلى آثاره، لكن لو يغرقوني بالفرات على أن أحرمه هم أحرمه. ليش؟ يقول أبو زهرة، يقول لأن بعض الصحابة شربه وما يريد يفسق الصحابة. نبه لي زين، ما يريد يفسق بعض الصحابة لأنهم شربوه، وحتى ما يصرح بيهم إطلاقا. شو دلتفت لي؟ يقول أولا هذا يحفظ كرامة الصحابة، وما يجيب اسم الصحابي اللي يمكن أن ينسب إلى شرب الخمرة إطلاقا، ما يريد يجيب اسمه. طيب، لكن يجي إيش يروي؟ يروي رواية أخرى. شنو الرواية الأخرى؟ يقول أن نسب لعلي بن أبي طالب أنه شرب الخمرة وصلى بالناس وهو سكران. طيب، وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. التشايف، هذا الرجل شكده يتعرض إلى ابتزاز غريب من علي بن أبي طالب، يمكن أن ينسب له إلى هذا المعنى؟ تشايف الحقد لوين يوصل إلى يا مستوى؟ هي تعرف ليش الحكاية هنا؟ الحكاية لأن قلت لك واحد من الصحابة شرب وطلع يتغنى على قتلى بدر، ينوح على قتلى بدر، وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والنفر الكرامي، يخبرنا ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، أيعجز أن يرد الموت عني ويرجعني إذا بليت عظامي، ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام، فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي. هذا يجي ليش هالحكاية تنذب على قلب واحد؟
لا خلي يجيب علي بن أبي طالب يحطه بالميدان أيضا يذبح عليه قسط من هالنوع. فقال صلى بالناشي وقرأ قل وهو سكران وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. شايف هالحقد شلونه؟ بس أنا أأكد لك أن ثمرات هالحقد ثمرات مباركة، والله ثمرات مباركة، ورحم الله أبا تمام. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت شفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. الواقع أن تقرأ التاريخ أنت، ها تمر على التاريخ وتقرأ، هذا ما يؤذي سمعك ما يؤذي بصرك. وإلى الآن يعني الغريب مثلا قد واحد يتبين، يعني واحد قد يتبين الخطأ وما يرجع عن الخطأ. على كل أعود للقصة اللي ريدت أحكيها، هذا رحمه الله أنا اجتمعت بي الرجل، اجتمعت بي في القاهرة، وهو أنا ذاك يعني شايفه رجل كبير يعني تعبان الواقع، وكانوا ويانا جماعة قسم عراقيين كانوا ويانا وقسم مصريين، منهم محامي اسمه يحيى دراج وجماعة اثنين من الكاظميين، واحد دكتور عبد النبي كان يدرس هناك طب الأسنان. المهم اتخلنا عليه، الله يشهد بعدنا ما استقرينا يعني بعدنا ما قاعدين، واجى الرجل بمجرد ان قعد التفت لي شاف عمتي قال لي ايه حكاية المتعة عندك وهي رأسا مباشرة، الله يشهد رأسا تلقاني يعني مباشرة. قلت له يا استاذ اولا انت تعرف اكو ضيافة واحنا ضيوفك، على العموم مش دعوة مستعجل على هاي، بعدين ترى انا الفت نظرك ترى حكاية المتعة عندكم وعدنا. قال لي ايه؟ قال لي عندكم وعدنا. قال كيف؟ قال حضرتك مو حنفي؟ قال لي بلى. قلت له انتم مو عندكم راي الان مو بس الاحناف، عندكم الموالك والشوافع والاحناف، تقولون اذا رجل يعقد على امرأة وهو ناوي يعقد عليها افرض باللغة بالعقد الدائم، لكن هو ناوي ان بعد يومين او شهر يطلقها، وهي تعرف نيته ايضا تعرف انه راح يطلقها بعد شهر، والعاقد اللي يعقد هم يدري هم يعرف، والولي هم يدري، زين مع هذا كله تقولون عقد صحيح. طيب شلون المتعة شايم وياه المتعة لو غيره؟ ها كل ما في الامر احنا نقول تبرز بمبرز، احنا نطلعها بمبرز يعني نحدد المدة في صلب العقد نطلعها وتتنويها للمدة وانت تصحح هذا مو الشكل، وفي نفس الوقت احنا هذا احنا عدنا. بعدين الفت نظره قلت ليش الهرجة؟ قال لا مو دي روايات ضعيفة. قلت له ارجوك ولا روايات ضعيفة، انا مش عدد ليك عشرات الروايات ومن خيرة فقهاءكم، زين بعدين انت ليش اصرارك على هذه معها؟ هي عندك انت تصرع عليها شنو؟ الى جانب هذا، هذا عقد نتفق احنا وانتو على ان نشرع ونختلف ان نشخ ولا، وانا اؤكد لك ان في حياتنا العملية ما يعيش هذا اطلاقا، ماكو شيء، مجرد نظرية في بطون الكتب، زين مجرد رخصة، والله عز وجل فتح الرخصة تريد تعتبرها لحالات استثنائية او حالات طبيعية. طيب ليش انت ما تصحح بعض ارائك؟ هو سكت شوي لانه كانت اكو بعض اشياء انا لحقت لبيها. الواقع قلت لعدكم كذا وعدكم كذا وانا ما احب اعيدهم، قلت لعدكم